التمور أهم ما تحرص عليه العائلة الجزائرية لتكون حاضرة على مائدة الإفطار في شهر رمضان الكريم. هنا في السوق اليومي للحراش يجتهد عبد الحق في تزيين طاولة بيع التمور بأشهى وأجود الأنواع، فرمضان هذا العام تميز بوفرة المنتوج، منتوج اختلفت نوعيته بين الأدنى والأعلى جودة ليختلف معه السعر وفق قدرة كل زبون. المنتوج متوفر، كان الاسعار ما نقولوا من 30000 40، كان الجوده تختلف، كانت من 20000 حتى 100000، الجوده تختلف، كل واحد والمقدور تاعو كما يقولوا. السعر ان شاء الله ينخفض شويه، احنا ماذا بينا الناس تاكل يا سبحان الله، انا في شهر رحمه ماذا بيا تجار كبار هذو يرحموا على الناس. مواطنون جزائريون واخرون من دول جوار توحدت اراؤهم حول القيمه الغذائيه للتمور الجزائريه التي تعج بها مختلف الاسواق خلال الشهر الفضيل. لا كاليتي شابه وبيو كما يقولوا، جديده ومقيه، وشوفها الصفوريه تاعها الله يبارك ما شاء الله. دوك كيما تقول كاين اللي بري تاع 30000 تاع سيبو، كاين اللي بري تاع 40000، كاين حتى يلحق حتى 95000. احنا في موريتانيا ولينا نستقطبوا التجاره الجزائريه بزاف، ودرك التمر كاين عندنا لهي تقريبا بنفس الاسعار، بصح جاينا من الجزائر والتمر تاع الجزائر هو اللي مخير كاع. البضاعه الجزائريه شابه ما فيهاش تزوير ولا لا، مليحه مليحه، وحنا في موريتانيا نخير البضاعة الجزائرية على كلش. بين الجودة والوفرة وتنافس الأسعار تبقى التمور الجزائرية من أهم المواد الغذائية الحاضرة في رمضان، والتي تلبي احتياجات السوق الوطنية وحتى خارج الوطن.